صحيح. هيا روحوا شوفوا الماء. هيا هيا بالبركة. تشرف بوضع حيز الخدمة لمشروع ربط الطاقة الكهربائية لمستوى المحيط. تم اليوم وضع حيز الخدمة لمشروع ربط 80 مستثمرة فلاحية بمحيط لبرق بشبكة الكهرباء الفلاحية على مستوى صحراء النماميشة أقصى جنوب ولاية خنشلة، مع العلم أن هذا المشروع خصص لإنجاز غلاف مالي قارب 30 مليار سنتيم يمتد على طول شبكة توزيع فاخة 54 كيلومتر ومنطلقين كهربائيين كل من لبرق وذكذا بوصلة، ما تزويد الشبكة ب 16 محول كهربائي. هذا المشروع يدخل ضمن البرنامج التكميلي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفائدة ولاية خنشلة باعتبارها ولاية فلاحية بامتياز. مدة 10 سنوات وحنا نعاني من مشكلة تاع الطاقة الكهربائية هذه، واليوم الحمد لله رب العالمين فرج علينا ربي جانا التريسيتي وحنا نخدمه وطامعين نزيدوا نستثمروا في هذه المؤسسة.